ودي كنت عاملاها لك بايدي. الله حلو قوي. ودي كل الهدايا بتاعتك جوابات. جوابات ايه؟ بس انا مش فاكر انا كتبت لك اي جوابات. ايوه انا كنت بكتبها لنفسي على اساس ان انت كاتبها لي، عشان عارفه انك عمرك ما هتكتب لي حاجه. الله، طب والله العظيم كتر خيرك، انا مش عارف اقول ايه. طب يعني انت كنت موفر عليا جامد، يعني لو ممكن بس تفكر. ايه زينهم في ايه يا زينهم؟ انت دكتور وفي كراسي معينين وحاجات وبكتيريا. ابعد بعد اذنك عشان بخاف. بتخافي من ايه؟ هم لو كنت دكتور شرعي مثلا. نهار اسود، شرعي وجثث وميتين؟ ايوه. انا مالي ومال الميتين؟ طيب بص يا ساره، يعني انا لو عليا والله مش فارقه معايا، بس انا كل اللي بفكر فيه ماما. يعني ايه مش فارق معايا؟ لا يعني مش قصدي، يعني انا لو عليا ممكن استحمل، فمش فارق معايا، بس ماما نفسها تشوف احفادنا. فبعد اذنك يعني لو تفكري وتدينا فرصه تانية عشان خاطر ماما مش عشاني.